عظيم أنت سيد الرب، عظيم أنت سيد الرب، عظيم أنت سيد الرب. هاللويا هاللويا. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، وجبال بتوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك Let's be a fool.
Yeah.
القوة والجلال عبر جمال سيد الرب، انت حاضر في الوسط، انت حاضر في الوسط. لمسات يا سيد الرب الى اولادك، الى كل من يشاهد يا رب الان على شاشات التلفزيون. لمسات يا رب للكل، لمسات لكل احتياج باسم يسوع. شفاء، اعانه يا سيد الرب. جروح يا رب انت تضمدها، كسور يا رب ترفع. يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل البشر. تمجد في الكلمة، تمجد في ابنك يا سيد الرب المتكلم. اظهر شخصك يا رب، اظهر نورك. خلينا يا رب نشوفك وجها لوجه في المسيح يسوع. نباركك ونعظمك، لك فيه كل المجد والكرامة. أمين. الرب يبارك عمله ويستخدم هذا المؤتمر بركة للكثيرين حول العالم والذين يشاهدون قناة الكرمة المحبوبة. الرب يوصل صوته للجميع. عايز أقرأ، بس أتمنى أن حبيبنا اللي على الداتا شو النهاردة يتعب معنا شوية في الآيات الكتابية، وأتمنى أننا نكتب الآيات تحمل لنا رسالة من الرب. و
أنا أحب أقول إنه إحنا عندنا زي برنامج بسيط في أننا هتكلم بكلمة الله وبعدين في دعوة للصلاة مع بعض بمنتهى الهدوء في حدود 5 دقايق أو أكتر زي ما بيدينا الرب. وهقرا الأول من رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 4 من عدد 1 بعض الأعداد، الأعداد الأولى 5. تيموثاوس الثانية أصحاح 4 من عدد 1، دلوقتي 8:30 إلى 5 تقريبا. شايفينها ولا لسه ما جاتش؟ لسه ما جابهاش؟ طيب أنا هقرأ على ما يجيبها. أنا الرسول بولس بيكتب لتلميذه تيموثاوس، كان خادما في مدينة أفسس إحدى مدن آسيا الصغرى، آسيا الصغرى اللي هي تركيا الحالية. بيقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة، اكرز بالكلمة، اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. في وقت مناسب وغير مناسب، ربما يكون غير مناسب لك لكن لازم يكون مناسب للناس. في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ انتهر عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فاقدة للإحساس، مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فرحنا الرب كتير بحضوره خلال الاجتماعات من أول يوم من الخميس مساء عبر كل الاجتماعات الحقيقة، حتى الفرص بتاعت بعد الظهر الرب برضو كان بيمن علينا بحضور باهي واضح. والليلة في قلبي أني أشارك برسالة شديدة الخطورة والحساسية، ومن خلال المؤتمر عبر الكرمة أتمنى أنها تصل إلى جميع الناس. عنوان الخدمة الدينونة، عنوان الخدمة قولوا معايا الدينونة، اتعب وقولوا تاني. احنا فرحنا الرب بحضوره، لكن شاركوا الناس بهذا الكلام، شاركوا أسركم وأقربائكم وأحبائكم، والرب يوصل هذا الصوت لكل الناس، لأن الموقف جد خطير ومجيء الرب صار قريب على الأبواب. والرب يدعو كل الموجودين في هذا المؤتمر وكل اللي بيشاهدوا هذه الخدمة أن يسرعوا للحاق بقطار النعمة قبل فوات الأوان، لأن الموقف خطير جدا ومجيء الرب صار قريب جدا على الأبواب. التقطت هذا العنوان وهذه الفكرة من العدد الأول. الرسول بولس بيقول: أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة. بما أن الدينونة وشيكة الوقوع، الربط خالص خالص، موضوع خطير للغاية، فاجعل موضوع كرازتك الكلمة، كلمة الرب. اكرز بالكلمة، اعقف على هذا، لا تتنازل عن هذا الأمر، بل قدمه من كل قلبك. وأنا أتكلم من خلال مقدمة تظهر مبدأ
أنا بنيت الكلام ده على إيه؟ يعني مبدأ للتفاهم أو أرضية لقبول كلمة الله وفكر الرب. فأنا عندي مقدمة بعد العنوان والشاهد الكتابي، وبعدين عندي أربع كلمات رئيسية في هذا الموضوع، وبعدين أنصلي مع بعض زي ما الرب يقودنا. أقدم الدعوة بعد ما أنتهي من الكلام. المقدمة مهمة جدا عشان تبان يظهر لنا خطورة الموقف. أنا على أطراف أصابعي الآن أشعر برهبة شديدة جدا بسبب ثقل هذا الموضوع وخطورته، لكن أنا اعتمدت على أنكم فرحتم في الترنيم وتعزيتم، لكن كمان لابد أن نأخذ بأيدينا في ختام هذا المؤتمر هذه الأقوال. موافقين؟ ردوا عليا. يلا نبص مع بعض على المبادئ اللي بتخلينا نتكلم في هذا الموضوع. عندي مجموعة من الأمور في المقدمة، يعني أنت لو بتكتب قول المقدمة. نمرة واحد، صفات الله. صفات الله، الله له أنواع عديدة من الصفات، له صفات روحية وله صفات أخلاقية. بعض الناس ما يحبوش نقول عن الله صفات أخلاقية، ممكن يقولوا صفات أدبية. دي نمرة واحد في المقدمة. الله له صفات روحية زي إيه؟ مثلا بعض من كل. الله أزلي أبدي، يعني صرمدي وموجود في كل مكان، يعني موجود في الاجتماع دلوقت، موجود جنب اللي قاعد بيشاهد البرنامج دلوقت في بلده، وهو موجود في كل مكان، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، عارف أعماق ما نستره عن الناس، كاشف الأسرار، فاحص القلوب، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، موجود في كل مكان، مانح الحياة، هو مصدر الحياة. يعني حياتنا كلنا مستمدة منه. لهذا السبب يجب أن ننتبه لهذا النوع من الصفات. يعني أنا لو سمعت أن الموقف خطير وأنا مدعو للحاق بقطار النعمة وأقول له يا رب اقبلني دلوقت لأنه موجود، هيعمل إيه؟ يقبلني إذا كان رجوع حقيقي، وكمان هيسمعني لأنه عالم وقادر ويستطيع أن يمنح الحياة. النوع الثاني من الصفات ده مهم جدا، لأنه حاصل حقيقة في هذه الفترة من خلال السنوات الأخيرة، أنه في دعوة من خلال الذين يخدمون الرب الأفاضل الأحباء، أنه دايما يقولون أن الله محب، الله محب. هذا حقيقي، لكن لابد أن نعلن أمام الناس بكل تواضع كل صفات الله. صفاته الأخلاقية هي انه واحد محب. قولوا معايا، الله محبة، صح كده؟ بيحبنا كلنا. الله صفاته طبيعته زي ما طبيعة السكر الحلاوة وطبيعة الملح الملوحة، لو نزعت الحلاوة من السكر ما بقاش سكر، ولو شلت الملوحة من الملح ما بقاش ملح. فالملح طبيعته الملوحة وصفته الملوحة، والسكر طبيعته الحلاوة وصفته الحلاوة. لو قلت لي إن الله مش محب تبقى بترتكب جريمة كبيرة. الله محب في طبيعته، بيحبنا كلنا، بيحب البشر مهما كانت دياناتهم وعقائدهم ومستوياتهم الروحية والأخلاقية، بيحب الكل. لكن عندما يصر الخاطي على رفضه لهذه المحبة، بيقولوا لهم بعض الناس، يقولوا لهم الله بيحبك ويكره خطاياك. يعني هل الخاطي إذا رفض واستمر رافضا، والحبايب اللي غاليين اللي بتدور عليهم النعمة في هذا الاجتماع أو خلف الشاشات، لو واحد رفض وأصر ربنا هيودي خطاياه هو جهنم وما يودهوش هو جهنم؟ ردوا عليا، الخاطي اللي هيرفض هيروح بخطاياه، صح؟ روح ونفس وجسد، وربنا قال كده. فالمحبة الإلهية حقيقة. مين يقول معايا الجانب المحبوب مننا للصفات الإلهية؟ المحبة،
الرحمة، الشفقة، صح؟ كل دي حاجات جميلة جدا. الحنان، كلنا بنحب الحاجات دي. حد بيحب الأمور دي؟ طب هات إيدك معايا، بين لي كده، بين لي إنك أنت بتحب الحكاية دي. طيب، لكن الله المحب قدوس. مين واخد باله؟ الله قدوس يعني إيه؟ يعني يكره الخطية وينفر منها ولن يتساهل معها. الله بار يعني مستقيم، ما يحبش الشر. بيقول له كده حبقوق عيناك، اللي فاكر معايا يقول ها، أطهر من أن تنظر الشر، صح؟ ولا إلى الجور. ما تقدرش، هو ما يقدرش، الموضوع ده غريب عنه. وهو أيضا عادل، إله أمانة. ليه مش بتقول آيات معايا؟ يلا، لأن احنا عندنا حاجات كثيرة النهاردة. إله أمانة لا جور، يعني لا ظلمة فيه البتة، صح؟ هو الإله الذي تتوافق صفاته معا، اللي صفاته الروحية والأخلاقية، صفاته الأخلاقية دي لو لم تتناغم معا، لو لم تتوافق معا، ما ينفعش يبقى إله. فالله بيحب، لكن محبته ليست عمياء، لكنها محبة مبصرة، ترى الشر وتنفر منه، صح كده ولا غلط؟ محبة الله لأنه قدوس، طبيعة نار آكلة، عبرانيين 12 آخر عدد، فهو لن يتساهل مع الخطية، لا يمكن يتساهل معها. الله بيحب البشر لكنه غاضب. ما تقولش إن ربنا غاضب. حد عنده آيات ولا ما عندوش؟ ربنا مش غاضب؟ لا. مين فاكرها؟ يلا اتعب وهات لنا الآية الجميلة ديت في رسالة روميا أصحاح 1 عدد 18. ها، مين فاكر الكلام دوت؟ اقروا معايا. ها، لأن غضب الله، ها اللي فاكر يقول، معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. شايف؟ الله غاضب. اللي يقرأ كمان مثلا تيموثاوس، رسالة تيموثاوس، رسالة روميا آسف أصحاح 2، رسالة روميا أصحاح، نفسي أنتوا حافظينها وهتقولوها بسرعة معايا، أصحاح 2 من عدد 4. أم تستهين بغنى لطفه، كمل، وإمهاله، يعني صبره علي وعليك وطول آناته، صبره عليك، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. أنت مش راضي تتوب، أو الشخص ده مش راضي يتوب. أنتوا قديسين وأتقياء وزي الفل، لكن أنا بقول للي مش راضي، اللي بيرفض نداء التوبة ده، يقتادك إلى التوبة، لكنك من أجل قساوتك، كمل معايا، وقلبك غير التائب، تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة في دينونة، وهي حسب الحق، وهو عتيد أن يدين الأحياء والأموات. إذن الله غاضب لأنه قدوس وفي قلبه حب كبير، لكن محبته محبة مبصرة وليست عمياء، محبة تنفر من الخطية والشر. لابد أن تتوافق صفات الله، قداسته مع محبته، وبره مع رحمته، وعدالته واستقامته مع شفقته. تقدر تستمتع بهذا الكلام في مكان واحد فقط في الكون كله، هو صليب المسيح. الصليب هو المكان الوحيد الآمن الذي تستطيع في نفسي أنا كخاطي ملوث بالخطية، نجس عايش في أوحالها تاريخ عمري كله ووارث لها، أستطيع أن ألتقي أنا الإنسان الشرير الدنس بالله القدوس عند الصليب بكل حرية. مين يقول هللويا؟ حاجة جاهزة خالص اهي. والكلام ده ظهر، عايز تشوف قداسة الله بص للصليب، عايز تشوف محبة الله بص للصليب، عايز تشوف عدل الله بص للصليب، عايز تشوف بر الله بص للصليب، عايز تشوف هزيمة الشيطان بص للصليب، عايز تشوف ضعف الإنسان وعجزه بص للصليب، عايز تشوف شناعة الخطية بص للصليب، لأن المسيح حمل هو نفسه
خطايانا في جسده على الخشب لكي نموت عن الخطية ونحيا للبر. نمرة واحد صفات الله الروحية والأخلاقية في التكوين في التقديم بتاعي. نمرة اثنين في التقديم برضو في المقدمة حكم الله للكون. هل انت مصدق ان الكون ده مشي ابليس ولا ربنا؟ اسمع منكم ردوا علي يلا عشان عندنا حاجات كتيرة. قولوا معايا مين اللي مشي الكون ده؟ الله. علشان يدير الكون عمل مجموعة من القوانين والمبادئ هو يقدرها ونحن نحترمها، بس في ناس بترفضها. فمثلا أوجد قوانين طبيعية وقوانين بيولوجية وقوانين أخلاقية وقوانين روحية، أربع صور من القوانين والمبادئ اللي هو بيستخدمها. مثلا ببساطة مفيش وقت ان احنا نسرد كل الكلام ده لان دي مقدمة بسيطة. مثلا قوانين طبيعية أوجد مثلا موضوع الجرافيتي، أنا لو مسكت حاجة وسبتها تطلع لفوق ولا تنزل لتحت؟ هو عاملها كده، والكلام ده في كل العالم. ممكن حاجة أسيبها من إيدي تطلع لفوق لو حصلت معجزة. عندما يخترق الله قانونه الطبيعي يوقفه زي ما إيليا صعد في العاصفة، صح؟ موضوع الكثافة مثلا من ضمن المبادئ أو القوانين الطبيعية اللي شائعة، ونشوف عابرات القارات من السفن، عابرات المحيطات. إيه هو الموضوع ده؟ الحديد يغوص ولا يطفو؟ يغوص. ليه طبعا؟ ليه يغوص؟ لان في قانون اسمه الكثافة. وزن واحد سنتيمتر مكعب من المادة بالمقارنة بوزن واحد سنتيمتر مكعب من الماء النقي، لان كثافة المية واحد. يبقى الحديد لانه اكبر بيغوص، والخشب لانه اقل بيطفو، صح؟ هل يمكن ان الخشب اللي بيطفو يغوص والحديد اللي بيغوص يطفو؟ ايوه حصلت فعلا، بس بتدخل الهي عندما اوقف سريان هذا القانون. وهكذا مفيش وقت. قوانين البيولوجية، درجة حرارة الانسان في كل العالم، افريقي او امريكي، عربي او استرالي او هندي، في اي مكان كبير ولا صغير 37 درجة مئوية، صح كده؟ دي اسمه قانون بيولوجي، لو قلت او زادت لازم يروح للدكتور. ضغط الدم عند أي إنسان كم درجة؟ ضغط الدم 120 على 80 في أي مكان في العالم، إذا أقل أو أكتر الرجل ده لازم يشوف نفسه. قوانين الأخلاقية محدش يقدر ينفر منها ويقول لك أصل ربنا عمل الحكاية دي ومزودها، تيجي كسرها أنت من نفسك وتقول لي أنا حر. ما ينفعش تحط إيدك في وسطك، أو واحد يعني يحط إيده في وسطه كده ويقول لك أنا حر أعمل اللي أنا عايز. لا، الكذب شر. أنا بحتقر نفسي لما أكذب، أحتقر نفسي. السرقة شر ونجاسة، الزنا شر. ما هياش كياسة يعني واحد وواحدة عايشين في مجتمع قوانينه المدنية بتوافق على إن واحد وواحدة يمارسوا حياة زوجية بدون زواج. ده يسموه إيه بقى؟ دول ناس لارج يعني، جيرل فريند وبوي فريند ويعيشوا الحياة دي. لا، الكلام ده اللي بيعملوا الكلام ده ناس بيحتقروا أنفسهم لأنهم يكسرون وصية إلهية. أنت نفسك تحتقر نفسك. قوانين أخلاقية. أنا عايز أقول الكلام ده كله ليه؟ علشان أقول إن الله الذي يحكم هذا الكون باعتباره الخالق والسيد عنده قوانين روحية. قل لي عليها، اتعب وهاتها دي من فضلك. رومية 6:23، قانون روحي كتبه ربنا. حد أراده ولا عارفين ولا مش من هيجيبهنه على طول؟ ها، لأن أجرة الخطية، قول تاني، لأن أجرة الخطية هي موت. يبقى أنا عايش في الخطية، أنت هتتعرض لكارثة حقيقية. موضوع ما هوش هزار ولا فيه لعب، والله مش بيهزر يا حبايب. الله بيهزر ولا يعني بيلعب مع الناس؟ لا، الله قدوس وبيقول لنا الحقيقة. أنا عملت القانون ده اللي اسمه إيه بقى؟ قولوا معايا، أجرة الخطية هي موت، ومش موت جسدي ولا موت روحي ولا موت زمني، لكنه موت أبدي. حد عارف الموضوع ده ولا فيه هزار؟ لا، ما فيش هزار. القانون اللي عمله ربنا ده بيطبقه. أنا طبعا قلت اللي فات علشان أوصل لنقطة أجرة الخطية هي موت.
عمل ايه ربنا؟ فتح الباب عن طريق موت وقيامة المسيح، لان انا وانت ما نقدرش نعمل حاجة لتبرير انفسنا امام الله. ما حدش مننا يقدر يخلص نفسه، حد قدر انا حاولت مرات كتير، حتى كان عندنا في السبعينات عدد ترنيم يقول يا ما فتشت في كل مكان عن السعادة الحقيقية ولم اجد غير الاحزان والذل والعبودية، لكن من يوم ما قابلت يسوع خلصني وفتح لي عناية. في عجز كامل عند كل البشر في كل التاريخ، لأن الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. النقطة الثالثة في التقديم السريع، هل تقبل أن الأب البيرنس يحاكموا أولادهم، يعني يكافئوا اللي يستحق المكافأة ويعاقبوا اللي يستحق العقاب ولا لا؟ تؤمنوا بالحكاية دي ولا لا؟ هل يقبل المعلم في المدرسة انه، هل تقبل ان المعلم يكافئ ويخصم درجات ومش عارفين؟ في حاجة اسمها نجاح وفي حاجة اسمها فشل. هل تقبل ان السلطة السياسية في اي دولة تطبق قانون ودستور من حقها انها تعاقب وانها تكافئ؟ ردوا عليا. هل تقبل ان رئيس الدولة او ملك البلاد او رئيس الولاية اللي انت فيها او طريقة النظام العالمي، هل تقبل ان السلطة العليا تكافئ او تعاقب؟ تقبلوا كده؟ لكن ليه الناس مش راضية تصدق ان الله الخالق من حقه انه يدين، من حقه انه يعاقب، من حقه ولا لا؟ ظهر دلوقتي حاجة اسمها ما تتكلموش عن الدينونة، وظهر حاجة تاني اسمها ما تتكلموش عن جهنم. يا عم الكلام ده مربك للناس. طب انا لما ابقى ماشي في حقول الغام، حقل الغام، ولاقي مكتوب احترس منطقة الغام، تسمعوا عن موضوع ضحايا الالغام دي ولا لا؟ ده حاجة تخض بصراحة، ان انا انزعجت لما لقيت بتاع ده. طب يا عم ده انت هتتقطع حتت تتفرتك، لما عملوا لك تنبيه مش مشكلة علشان قلبهم عليك. مثلا خطوط الضغط العالي ناقلة التيار الكهربي، تلاقي برج من الحديد له قواعد في مستوى في مرمى البصر، تبص تلاقيها حاطط لك مش ورقة لازقها بسلوتيب، لا، عامل لك صاج مجلفن مبرشم ريفتس مثبتها في مرمى بصرك، وجمجمة وعظمتين متعارضتين، وكاتب لك خطر الموت بأي لغة تفهم، صح؟ ده كلام مزعج بصراحة ويسد النفس. أيوة مزعج ويسد النفس، لكن فرق الجهد اللي بينقله الأسلاك دي فوق آلاف الفولتج، يعني بعد عنك على بعد متر تبص تلقى الراجل ده اتخبط فيها وتحول لكتلة من الكربون في لحظة واحدة. هو خطر الموت. لما تروح عند صيدلي وتلقى كاتب لك سام جدا، ما ينفعش انك انت تتساهل مع الموضوع. لما نقف ونقول في خطر حقيقي كبير جدا بيقول عنه الكتاب ان في دينونة عتيدة ان تكون، يبقى نعمل ايه؟ يبقى الذي لم ياتي الى المسيح المخلص عليه ان ينتبه لان الموقف خطير. امين. عندي اربع كلمات. الكلمة الاولى، من هو الذي يدين؟ الكلمة الثانية، من هو الذي يدان؟ الكلمة الثالثة هنشوف مع بعض. الكلمة الثالثة هنتكلم فيها مع بعض عن سبب الدينونة. الكلمة الأخيرة، نوع وزمن الدينونة. أقولهم تاني، يلا نقول مع بعض. واحد، من هو الذي يدين؟ واللي ما يشتري يتفرج، واللي مش عايز يفهم يفهم، لأن الموضوع خلاص صار وشيك الوقوع. وانا ما اعرفش احكي لك شويه حكايات واقول لك كذا وكذا وكذا، لكن اقول لك الحقيقه كما تعلنها كلمه الله الحيه الباقيه الى الابد. نمره واحد، من هو الذي يدين؟ نمره اثنين، من هو الذي يدان؟ عشان ما تحصلش ربكه للجماعه المؤمنين اللي يعني مش منتبهين، يخلوا باله، كله يخلي باله. أمين يا حبايب. نمرة ثلاثة، ما هو سبب الدينونة بحسب كلمة الله؟ نمرة أربعة، نوع وزمن الدينونة. نمرة واحد، أنا لا أصدق إلا كلمة الله. أنا لا أصدق إلا كلمة الله. يلا نقول بعض الشواهد مع بعض.
نمره واحد في انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 22. من هو الذي يدين؟ بصوا كده انجيل يوحنا اصحاح 5 عدد 22، يقول ربنا يسوع المسيح: لان العارف يقول ها لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونه للابن. قولوا تاني: لان الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونه للابن. ليه؟ لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. نحن هنا في هذا المؤتمر لإكرام ابن الله. الله غرضه أن يكرم ابنه. الذي يدين هو ابن الله. ناخد شاهد تاني على وجه السرعة، مثلا إنجيل يوحنا أصحاح 5 عدد 30. اقروا معي يوحنا 5 عدد 30، بيقول: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، ودينون لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. في بقى شواهد جميلة حلوة أرى لكم منها، مثلا أعمال الرسل أصحاح 10 في عظة، كلنا فاكرين هذه أعمال الرسل أصحاح 10 في بيت كرناليوس، يتكلم الرسول بطرس ويقول عن المسيح: أقامه الله، عدد 40، في اليوم الثالث أقامه الله وأعطي أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. وأوصانا أن نكرز، دي وصية الرب نفسه، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا، يلا قول معايا، بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. يعني محدش هيفلت لكله، ديانا للأحياء والأموات. وبعدين يردف ويقول: له يشهد، كمل، جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمي. مش بعقيدة بشرية ولا ديانة أرضية، لكن يؤمن بشخص. أنا غرض قلبي أن الموضوع ده يظهر ويلمع قدام الأحباء، نشارك به الكل. إن كل من يؤمن به ينال باسمه، قولوا معايا، غفران الخطايا. كل حاجة هتنتهي عندما تضع قلبك على هذا الاعتبار. كمان آية تاني بسرعة في سفر أعمال الرسل، حصل الكلام ده في أتينا، حاضرة اليونان، عاصمة اليونان. بيقول فيها إيه لما راح اتصادم الراجل عمنا الرسول بولس، وهو كان موجود في القطعة بتاعت أريوس باغوس، لقى تماثيل كتيرة جدا لأوثان وعبدت أوثان. وبعدين اندهش لما ليه لا استبعد أن دموعه فاضت منه كخادم أمين للرب لما شاف مذبحا مكتوب عنه لإله مجهول، فراح قايل العبارة الخطيرة دي. اقروا معايا من عدد 30 و 31، أعمال 17 30 و 31. يلا نقول مع بعض: لأن الله الآن، قولوا تاني، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. لأنه متغاضيا يعني يغض الطرف، يسامحني على كل حاجة، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل وآدي قرار تشكيل المحكمة اللي هتعمل الموضوع ده. أهو مين ده بقى؟ برجل يبرز هنا صفة المسيح الإنسانية باعتباره رئيس المحكمة اللي هيحكم ودينونة عادلة وحق. بيقول هنا: مزمع أن يدين، ناوي أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه. علشان الناس تهرب من الدينونة هروب حقيقي، تعمل الناس ديت؟ يقول: مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. يعني إيه أقامه من الأموات؟ يعني هذا الشخص الذي سوف يدين قد مات ودفن وقام ناقضا أوجاع الموت
وصار بكفارته وفدائه بابا للخروج من الدينونة الرهيبة العتيدة أن تكون. يعني الذي لا يسرع الخطى إلى المسيح الفادي اللي مات على الصليب لأجلنا، هذا الشخص لا يمكن أن ينال أي غفران وتظل خطاياه عالقة به، وهي في نفس الوقت سبب الإدانة الحقيقية. الجميل في النص أن الله بيؤمر لا يتوسل إلى أحد، لكن هو اللي بيصدر هذا النداء. وجمال الموضوع أنه بيقول الآن، الآن يعني النهاردة 30 يونيو 2018، لكل نفس. والتوبة ممكن تتصل بحياة الخطاة بيننا واللي بيشاهدوا هذا اللقاء، لكنها أيضا تتصل بالمؤمنين. أنا استغربت جدا لما لقيت الكتاب بيكلم ناس مؤمنين في سفر الرؤيا أصحاح 2:4 مثلا، لما بيقول لملاك كنيسة أفسس فاذكر من أين سقط وتوب، بيقول للمؤمنين واعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. من هو الذي يدين؟ قولوا معايا مين هو اللي هيدين. هنحتاج بقى آية صريحة واضحة قوي في رسالة رمية أصحاح 8:33. رمية 8 أحب أن أقراها بسرعة. رمية 8 بيقول إن كان من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ اقرأ. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي يشفع أيضا يشفع فينا. مين اللي هيدين؟ اهي رمية 8:34. اللي هيدين زي ما شفنا من كل الآيات دي وغيرها شخص الرب يسوع المسيح. القسم الثاني على وجه السرعة، من هو الذي يدان؟ مين اللي هيتعرض للدين؟ العالم في نظر الناس، أمريكي وأفريقي وأوروبي وأسترالي وكندي ومصري وأردني وعراقي وسوري، ها، وينسبونهم للقرى، فيقولون مثلا مريم المجدلية ويسوع الناصري وإيليا التشبي وإرميا العناثوسي. ناس تقول لك من القرية والمدينة، وناس تقول على المستوى الاجتماعي، وناس تقول على المستوى الاقتصادي، وناس تقول على المستوى المادي، فقير وغني وكبير وصغير ورجل وسيدة، متعلم وغير متعلم وهكذا. لكن الله بينظر للعالم كله على أنه مخلص أم هالك. خلي بالك من الموضوع ده. انت مؤمن حقيقي؟ ايوة يا اخي، ما كلنا بنؤمن بربنا، واحنا يعني بنقطع رقاب الملائكة، واحنا يعني ايه يعني، احنا شايفين، شايف ازاي؟ قال الناس في نظر الله مؤمن ام خاطي، مغسول بدم الحمل ام لا. عندما تهمل الكنيسة حول العالم هذا الاعلان الجاد الصارم، ترتكب جريمة في حق الناس وجريمة روحية وأخلاقية في حق الله. خلي بالك، أنت مؤمن ولا لا؟ أنت مؤمن بشخص وعمل المسيح ولا لا؟ هل في يوم من الأيام تبت عن خطاياك؟ هل تذكر أنك أنت جيت في وقت من الأوقات وطلبت رحمة الله وقلت للرب انقذني من خطاياي ولا لا؟ هم دول الناس اللي موجودين في نظر الله. من هو الذي يدين؟ مؤمن ولا خاطي؟ يدان، عندي مؤمن وعندي خاطئ. طب تعال نشوف المؤمنين قال عنهم ايه. عندي شاهدين ثلاثة. يوحنا 5:24 نجيبها مع بعض. يوحنا 5:24 آية جميلة جدا، أحب أن أنا أقولها لحضراتكم. إنجيل يوحنا أصحاح 5:24، اقروا معايا. المسيح يقول، سيدي الكريم، الحق الحق أقول لكم، وهو لا يقول إلا الحق، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. يلا قولوا لبعضيها، ولا يأتي إلى دينونة
بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. موضوع خلصان ومنتهي. أنا سعيد وفرحان لأن الكتاب يعطيني هذا الضمان بفم الرب. المؤمن الحقيقي قد نجا وإلى الأبد من الدينونة العتيدة أن تكون. المؤمن الحقيقي من هو؟ اللي تاب عن خطاياه، اللي اتغسل بدم المسيح، اللي بيكره الخطية بمعاملات كلمة الله ونعمة الله المطلقة. لكن مؤمن إنسان بيقول أنا مؤمن وعايش في الخطية. الكنائس مليانة حول العالم، كنائس مليانة بناس لم يتمتعوا باختبار صحيح، اختبار حقيقي، لم يتوبوا التوبة حقيقية، لم يتركوا خطاياهم، لكنهم ناس، بعض الناس متدينين. يتكلم الرب لهؤلاء المتدينون، يتكلم ليهم الرب في الاجتماعات حول العالم. تلاقي مؤمن روحي، اثنين مؤمن جسدي، ثلاثة انسان نفساني، أربعة خاطي متدين، خمسة خاطي فاجر. المجموعات الثلاثة الأخرانيين دول الرب عايز يمسكهم من كتافهم. المؤمن الروحي بيكلمه يقول له استمر، مؤمن حقيقي مشغول بالرب كل الوقت. المؤمن الجسدي طول عمره يتعب ويتعب ويحتاج إلى أنه يلقي بنفسه في أحضان المسيح. لكن الإنسان النفساني اللي عايز الكون كله يدور حواليه، والخاطي المتدين عايز الرب يقلقه. أنا بأصلي طول اليوم وأقول يا رب امسك الناس من كتافهم اللي يسمعوا الخدمة في المؤتمر، أنه أنت تستردهم مرة تاني لأن الموقف صعب للغاية. ورق التين ما يسطرش، الوردة البلاستيك فاقدة للحياة، ليها لون الوردة ومش وردة، ليها شكل الوردة ومش وردة، ليها ملمس الوردة ومش وردة. ممكن نحلة غبية عبيطة تقف عليها متوقع انها تلقى فيها رحيق وهي ما فيهاش رحيق. الخاطي المتدين اللي مليين الكنايس محتاجين ليسوع، زي ما شفنا امبارح الانسان الفريسي في لوقا 18. أنت وأنا نحتاج أن نراجع نفوسنا في نور كلمة الله وبحسب مقاييس قداسته، لأن الموضوع بلا رحمة، موضوع بلا رحمة، موضوع خطير للغاية. كمان في رومية 8:1 اللي فاكر كلنا حفظنا الآية دي، قولوا معايا. يقول الرسول بولس بعدما وجد نجاته في شخص الرب يسوع المسيح، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ في رومية 7 ختم بالعبارة دي في مستهل أو بداية رومية 8. قولوا معايا إذن، يلا قولوا بفرحة معايا، إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. خلي بالك الموضوع ما فيهوش تساهل، أنا بقول بقلب موجوع ومجروح، بقلب باكي لكل متساهل، لكل نفس لم تقرر موقفها بعد. اليوم يوم خلاص، ويبقى عيد يوم ميلادك، والوقت وقت مقبول. مين يقول معايا؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوب. ما ينفعش رايح جاي المؤتمر 39 سنة، هذه المناسبة الجميلة التي فيها نبتهج كأحباء معا، لكن خذ قرارك، لابد أن تنتبه لأن الموقف خطير. من هو الذي يدان، الخاطئ ولا المؤمن؟ قلنا عندنا اثنين بس. قال لنا عن المؤمن أنه لا يدان، يوحنا 5:24 ورومية 8:1. يبقى مين اللي هيدان؟ قولوا بقى معايا، الخاطئ اللي ما زال بعيدا بعيدا عن الرب، ويعتقد انه ربنا مش شايفه. ربنا شايف كل حاجة، وشايف الماضي وشايف الحاضر وشايف الخطايا الروحية والخطايا النفسية والخطايا الجسدية، شايف كل شيء. ده يقودنا للنقطة الثالثة، من هو الذي يدان؟ الخاطئ. نمرة 3، سبب الدينونة. ايه أدلة الاتهام؟ عشان بس محدش يقول ما قلتناش. ادينا اهو بقول لك، خلي بالك خلي بالك،
سبب الدينونة. اتعب وهات انجيل يوحنا اصحاح 3، الغالي هو اللي بيقول الكلام ده، الرب بنفسه، اصحاح 3 عدد 18 لعدد 19. يوحنا 3، اقروا معي، يلا نقول مع بعض يوحنا 3. يلا اذا كان جابها اروح على ما انا اقرا معاكم. هو بطيء شويه ولا ايه؟ يلا. الرب يسوع بيقول بعد ما قدم الصليب: كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. وادي الصليب اهو، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. قولوا: لأنه لم يرسل الله ابنه ليدين العالم بل ليخلص به العالم. يلا عدد 18 اقروا: الذي يؤمن به لا يدان. صح، الذي يؤمن به لا يدان. خلاص خلصناها دي. من هو الذي يدان؟ المؤمن. لا اهي. والذي لا يؤمن، قولوا ها، الذي لا يؤمن قد دين، فعل ماضي تام لانه واجب الحدوث مش وارد الحدوث، قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يلا ادي سبب الدينونة في أدلة الاتهام امام ممثل الادعاء. اقرا معايا: الذي، وهذه هي الدينونة، اسم الإشارة للقريب، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ما هو سبب الدينونة؟ دي الكلمة الثالثة، رفض المسيح. رفض المسيح. النور الحقيقي قد جاء إلى العالم، قولوا معايا، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ما أتعس هذا الإنسان. حد شايف الدعوة دي؟ تعالوا إلي. قولوا: يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. بص الرد، بص الرد، ابعد عنا. ما أتعس هذا الإنسان. تعالوا إلي وأنا أريحكم. بص رد الناس، ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. إن الدعوة الإلهية المجانية تقابل بالرفض. المسيح ليه كام سنة؟ جاء ومات، تجسد وأخلى نفسه ومات لأجلنا على الصليب وصنع الكفارة، صنع الفداء العظيم. ليه قد إيه الكلام ده؟ فوق 2000 سنة. صح ولا غلط؟ لا، ما ماتش، لا ما جاش، لا مش هو. شايفين؟ رفض حقيقي. المسيح، المسيح عمل هذا العمل الكامل الكافي. ملايين من البشر احتموا في كفاية كفارته وصار سببا وخلاصا لجميع الذين يطيعونه. ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. هذا الدليل يقف ضد كل الرافضين وضد كل نفس تسمع هذا النداء وترفضه. سبب الدينونة رفض المسيح. قبلت ولا لا؟ يوحنا 1:12: أما كل الذين قبلوه، من فاكر، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من دم بل من الله. تدخل ضمن عائلة الله، يرفع كل خطاياك، يرفع الدينونة عنك ويضمن لك المستقبل الأبدي السعيد. لكن واحد وانا بقول يوحنا 3:19 ان سبب الدينونة هو رفض المسيح، يقول لي: بس انا بصراحة كده قريت برضو سبب تاني. انا اقول لك عليه باختصار. اتعبوا هات لنا رؤية 20، رؤية 20. يلا بص علي. في سفر الرؤيا أصحاح 20 بيقول إيه من عدد 11، من أعظم النصوص اللي لازم ننتبه إليها: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض. يعني إيه أبيض؟ لونه مدهون باللون الأبيض؟ لا، لأن الجالس عليه أحكامه بر.
في التقاضي العالمي في بلاد العالم المختلف. عندنا مثلا في مصر عندنا ابتدائي واستئناف ونقض. عارف يعني ايه الكلام ده؟ المحامي يقول معايا، المحامين واللي بيعرفوا بالقانون، كونه يقول لك ان في استئناف بعد الابتدائي بيقول لك احتمال نخطئ، فعندك فرصة لكي تتم العدالة. ولما يقول لك بعد الاستئناف في امكانية للنقض بدرجات التقاضي، هذا اعتراف ضمني ان انا احتمال اكون ظلمتك في الاستئناف. لكن هذا الجالس على العرش مكتوب عنه عرشا عظيما ابيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات، الأموات روحيا، الأموات صغارا وكبارا، يعني 8-9 سنين و80 90 سنة، لا أطفال الصغار لا لا يدانوا دون سن الإدراك. أما الموضوع مش موضوع عمري يعني، أما ليه بقى؟ الأموات صغارا وكبارا في المقام والمركز، هتشوف قضاة وأساتذة جامعة ووزراء وكبار رجال الأعمال وفنانين ليهم اسم ساطع وزائع الصيت، بس الديكور هينزل، الديكور والماسكات، الماسك والأقنعة كله هينزل، محدش هينفع حد، مفيش زوج هينفع زوجته ولا زوجة تنفع زوجها ولا أب ينفع ابنه، محدش هينفع حد. كل الأقنعة قولوا عليها ماسك، قولوا عليها برقع زي ما بيقول في كورنثوس الثانية 3، كله هينزل ويتكشف الموضوع. واقفين أمام الله، يا للهول، وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر، هو سفر الحياة ودين الأموات، مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. يقول لك أهو بحسب الأعمال، لا، هم قالوا أنت تحاسبنا على أعمالنا. لكن المبدأ الرئيسي الشديد الخطورة هو موقفهم من الإبن. طب إيه أعمالنا؟ مثلا واحد عامل أعمال بر، افتح الرول كده، السما تفتح بقى، كله مكتوب، افتح، أنت عملت الحاجة دي عشان مجدك الذاتي، أنت عملت الحكاية دي وصرفت المبالغ الهائلة دي علشان تداري كارثة انت عايش فيها ليك سنين طويلة، انت ظهرت بمظهر التائب الباكي اللي الدموع مالية عينيه لانك انت تحزن بسبب الفضيحة والخزي. خلي بالك، كل تصرفات البشر مكشوفة امام الله. ان الموقف شديد الضيق والصعوبة، واقفين امام الله، ويقول وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. اتخضيتوا ولا ايه؟ اتخضيتوا ولا ايه؟ انا بكلمكم جد، المؤمنين ما يتخضوش، المؤمنين يفرحوا لانهم قد تمتعوا بالنجاة الى الابد. امين يا احبائي، خلوا بالكم ما تخافوش، بس تسمع كلمة الله اللي بتقول هذا الكلام. سبب الدينونة، قولوا معايا، رفض المسيح. أنا مسيحي وأنا بسمع وأنا بروح الكنيسة، هل حدث تغيير حقيقي وغسل بدم الحمل ولا لا؟ هل حصل الكلام ده في يوم من الأيام وحصل تغيير حقيقي في حياتي السرية ولا لا؟ ده أمر في منتهى الخطورة. القسم الرابع والأخير، زمن الدينونة ونوعها. يلا نرجع للآية اللي احنا قريناها. أنا أناشدك إذن، قولوا معايا، أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن، يبقى مين اللي هيدين؟ أهي تاني، العتيد أن يدين، قولوا معايا، الأحياء ومن تاني؟ والأموات. إمتى بقى؟ إمتى الاثنين دول؟ أهو الراجل كاتب لينا بوحي الروح القدس أن يدين الأحياء والأموات. طب الأحياء إمتى؟ عند ظهوره. والأموات إمتى؟ عند ملكوته. يبقى توجد دينونتان، مش ترانزيت، توجد دينونتان، في دينونة اسمها دينونة الأحياء الأشرار، وفي دينونة اسمها دينونة الأموات الأشرار.
وجمعهم الروح القدس هنا في هذا العدد تيموثاوس الثاني 4:1، يبقى مفيش حد يقدر يهرب دينونة الله العادلة. ايه دينونة الاحياء؟ نفسي نقراها في انجيل متى اصحاح 25 عدد 31، نقراها بسرعة. انجيل متى دي قال عنها السيد الرب، ومتى جاء عدد 31، ومتى جاء ابن الانسان، فاكرين اعمال 17، فاكرين برجل قد عينه. يبقى اللي هيجي ويدين دينونة الأشرار الأحياء هو ابن الإنسان بما له من أهلية واستحقاق في ذاته باعتباره النائب والبديل عن كل البشر اللي مات لأجلنا على الصليب، وله هذه الأهلية والاستحقاق أنه يدين. وزي ما شفنا أن الله أعطاه هذه الدينونة. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، كل العالم، كل العالم. والكلام ده هيحصل إمتى؟ عند ظهوره بعد الاختطاف، عندما يأتي الرب قريبا. من يقول أمين؟ تعالى أيها الرب يسوع. خلي بالك معاه، هيجي الرب ياخد المؤمنين الحقيقيين، يقيم الراقدين ويغير الأحياء، ونلاقيه جميعا في السحب في الهواء. بعد كده يبقى موجود اليهود كأمة وكل الأمم الأحياء. الفردوس يفضى، الفردوس يفضى، الأرواح بتاعة المؤمنين الحقيقيين اللي في الفردوس نزلوا وخدوا الأجساد بتاعتهم على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. الآن نحن أولاد الله، يوحنا الأولى 3، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو، ناخد جسد زي جسد المسيح. الفردوس فضي، وبعدين لملاقات الرب في السحب في الهوى. دي قيامة المؤمنين اللي بيسميها قيامة قيامة الحياة في يوحنا 5، وبيسميها في تسالونيك الأولى 4 قيامة الراقدين. وصلنا بالسلامة. مين يقول لنا مبروك وحمد لله بالسلام؟ خلاص. لكن الناس الموجودة بعد كده في أشرار أموات أرواحهم في الهاوية، صح؟ وفي كمان مين موجودين؟ وكمان موجودين أموات. الأموات دول بعد دينونة الأحياء دي بيقول عنها عند ملكوته، بعدما يحدث هذا الأمر يقوموا دول. طب هل دول هيقوموا مع دول؟ المؤمنين اللي قاموا وتغيرت أجسادهم هيقوموا مع الأشرار الأموات يقوموا؟ لا. ليه كده؟ لأنه مكتوب في مزمور 1 اللي فاكر، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، ما يقوموش مع بعض. في مزمور 1:5، أنا عايز أخلص إلى هذا الجزء الغالي من سفر الرؤيا أصحاح 20 مرة تاني. يبقى دينونة الأشرار الأحياء، خدوهم من إيديهم ورجليهم والقوهم في بحيرة النار، يقول يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين. يقول ما فيش يا عمي، ما فيش ده حاجة كده، حاجة روحية وحاجة نفسية. لا، لما بيقول يصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين، شايف؟ جهنم حقيقة وبحيرة ليها مدخل واحد وملهاش مخرج. الرب يدينا نعمة علشان ننتبه. أمين يا أحبائي. دينونة الأشرار الأموات يقول رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. تخيل واحد واقف قدام قاضي، يا سلام. ده بعض الجماعة المهاجرين لما بيقولوا لما بياخدوا ويروحوا قدام قاضي وحاجات زي كده، ربكة واحد ايديه متلجة وريقه ناشف وعينيه مزغللة، وده قدام مين واقف؟ صاحبنا ده. قولوا معايا، واقفين أمام الله وكل أدلة الاتهام والقرار النهائي مع الله الابن. هنا يقول وانفتحت أصفار
طب اللي غرقوا في البحر بعيد عنكم وعن حبايبكم، اللي غرقوا في البحر سلم، عدد 13، سلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودينوا كل واحد بحسب أعماله. أنا مرتبك جدا أمام هذه الآية، وطرح البحر الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. اللي لم يتمتع بالحياة الروحية ولم يقم مع المسيح سوف يتعرض لهذا النوع من الموت، الموت الأبدي. وكل من لم يوجد اسمه وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة، قولوا معايا، طرح في بحيرة النار، ليستد كل فم إذ يكون الجميع تحت قصاص من الله. الله إله محب لكنه إله غاضب. وأمام هذا الموقف الرهيب ممكن واحد يقول أنا ما كنتش واعي، ما كنتش فاهم، فأنا عندي مسؤوليات كتيرة، ما فكرتش، ما قالولناش، ما حدش قال لنا الحقيقة. لكن اسمع معي، هذه هي كلمة الله، وما حدش ينفعنا، حدش ينفع حد، أمين؟ محدش هينفع حد، وعندنا فرصة، ومفيش options تانية، مفيش مجال تاني، مفيش خيار تاني، وقدامك طريق واحد وقدامي طريق واحد. مين هو الطريق الواحد ده؟ قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. المسيح وحده تقدر تهرب به إليه وتهرب من الدينونة الرهيبة العتيدة أن تكون. ويبقى اليوم ده أسعد يوم في حياتك، قلبي وقلبك يرتاح، حزنك يولي وإلى الأبد، أحمال وأثقال الخطية تنتهي بلا رجعة، وتتمتع بعلاقة حقيقية مع الله هنا والآن. من يقول أمين يا حبايبي؟ أنا نفسي نعمل حاجة بسيطة خالص، إن كلنا تتعبوا نقف، لأن إحنا قاعدين لنا مدة، نقف كلنا مع بعض وهنصلي مع بعض، وأثناء الصلاة أنا وأنت نستطيع أن نأتي إلى الرب. وحكاية إن الناس تتقدم إلى الأمام دي حاجة جميلة جدا، نحن نعمل كده، بس نغمض عينينا وأنا هصلي صلاتين وبعدين هنيجي قدام. إذا عندك فرصة تهرب من هذا الغضب والدينونة العتيدة أن تكون، تعال إلى الأمام وهنصلي مع بعضنا، هنصلي مع المؤمنين الحقيقيين أولاد الله، وهنصلي مع المساكين الخطاة الذين أتت بهم نعمة الله إلى هذا الاجتماع. خلونا نغمض عينينا، والأخ غسان واتفضل يا حبيبي، هنسمع عدد ترنيم واحد، أثناءه لو في إمكانية لتخفيض الإضاءة تخفيض خفيف علشان تقدر تيجي قدام بكل بساطة وتقرب عند المنبر. أنا هاجي عندك، هاجي لحد عندك لو ما جيتش، لأني أنا نفسي أمسك في كل واحد عند الباب وأقول له اوعى تخرج من هذه القاعة الليلة إلا لما تتأكد إن أنت خدت نصيبك من المسيح. أمين يا أحبائي؟ هنسمع عدد ترنيم ونتقدم، ما تخجلش. إحنا العرب مرات نخجل ومرات نتردد ومرات نعمل حاجات بشرية وجسدية، لكن تعالوا للأمام. لو كل الاجتماع جه قدام هنا تبقى أروع فرصة، يا ريت كلنا نتقدم للأمام. مؤمن يقول للرب أعيد تكريسي لك، تقدر تقول كده وانت جاي هنا؟ تعالوا قدام، تعالوا قدام مؤمنين حقيقيين وخدام الرب هيقفوا معانا، وأنا هصلي من كل قلبي والسماء شايفة والسماء بتسجل. تعالوا المؤمنين والخطاط قربوا هنا علشان هنصلي مع بعض، لأنه ده أسعد يوم، أجمد يوم، أجمل يوم. اتفضلوا تعالوا، حضرات المؤمنين يجوا قدام برضو علشان هنصلي مع بعض، مش الخدام بس. تعالوا كلنا نقرب من بعض، تعالوا نقرب من بعض، تعالوا نيجي عند أقدام الغالي المخلص، المخلص الحبيب. هذه هي الليلة الختامية، ما عندناش وقت تاني، تعالوا تفضلوا نقرب من القاعة. انتم مؤمنين وبتحبوا الرب، عايزين تحطوا ايديكم في ايديه، غمض عينك وانت مش بتتفرج علينا،
لكن وانت بتصلي بتقول يا رب انا عايش لك النهاردة، انا جاي لك من قلبي النهاردة، تعالوا احبائي اللي في الوسط، تعالوا المسيح موجود معنا هنا والآن في هذه القاعة، ويريد خدام الرب والأخوات والإخوة المؤمنين إنهم إننا كلنا نصلي معاهم. صلوا مع بعض، تعالوا الحبايب اللي ورا اعملوا معروف يا حبائي، اعملوا معروف، تقدموا إلى الأمام، اوعى تضيع الفرصة دي منك، هذه مناسبة، سنك كبير، أيامك، مشغولياتك كثيرة، لكن السماء بتصور، السماء اليوم بتصور تصوير روحي وشايفة حالة قلبي وقلبك. يلا المؤمنين ولاد الرب يصلوا مع الأحباء الموجودين، يلا نغمض عينينا ما نبصش عليا، أنا مش بعمل حاجة، أنا إنسان عاجز كل العجز وضعيف كل الضعف، لكن تعالوا اللي واقفين ورا ليه مش راضين تيجوا معانا، تعالوا ننضم هنا يا أحبائي ونصرخ للرب، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه. تعالوا هنا، المكان واسع، تعالوا هنا حضراتكم، تعالوا جنبنا هنا يا احبائي، افتحوا الطريق، تعالوا يا اخوات هنا، تعالوا يا اخوات هنا، خلي السماء تفرح، اللي عايز يفرح السماء، هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، اكثر من 99 برا لا يحتاجون الى التوبه. تعال تشجع وتعال قدام مؤمن، قل له يا رب أعيد تكريسي لك، يا سيدي امتلك قلبي ورد قوة حبي نحو جلال شخصك. تعالوا قدام، تعالوا معانا، تعالوا هنا أمام السيد، أنا أركع قدامه، أنا أنحني قدامه، أحني قلبي ورأسي وأصرخ إليه بعزم القلب، افتح قلبي ليك، تعالوا ما تتفرجوش، تعالوا اللي في الأطراف، تعالوا علشان السماء فرحانة بيكم، السماء فرحانة بيكم، وناس بتشاهد الخدمة لا ينسب أي شيء لأي إنسان، ناس بتحبكم بتصلي معاكم وتصلي لأجلكم. قول للرب يا رب أنا أهنتك كتير، أهنتك يا رب بضعفي بعدي، ارحمني يا رب، ارحمني، خد بإيدي 30 يونيو اليوم بتاعك انت يا رب، انا العالم هنا ضحك علي، العالم بلعني يا رب، العالم اغواني يا رب، العالم اغواني يا رب، حاجات كتيرة ضاعت مني، حاجات كتيرة راحت مني، وانا مرتبك وضعيف، انا جايلك يا رب وانا ضعيف، جايلك وانت بترحب بالضعفة، جايلك وانا عيان وانت بترحب بالعيانين، جايلك وانا مكسور وانت بترحب بالمكسورين يا رب، جايلك وانا فاشل وانت بترحب بالفاشلين، جايلك وانا منحني وانت بترحب بالمنحنين، مد ايدك يا رب لينا والمسنا وتعامل معانا، رد لينا بهجة خلاصك يا رب، صلوا معايا حبايب، رد لي بهجة خلاصك وبروحك منتدبة أعظمي، تعالوا يا اللي ورا ما تتفرجوش، تعالوا الرب بيدعونا، إن وضع الصليب هو وضع الدعوة والعناق، أبوابك مفتوحة ليا، أبوابك مفتوحة ليا، أنا عيان المسني يا رب، أنا عندي مشاكل في البيت المسني، عندي مشاكل عائلية المسني، عندي مشاكل في الخطية المسني، فك قيودي وارحمني في هذه الليلة، أنت تلوح لنا بيمناك المطلوبة يا ابن الله الحي، أعطي شخصك أن يتعظم يا رب، احنا هنمشي بكرة، هنمشي بكرة يا رب، بس تعال معانا، تعال معانا البيت يا رب، بيوتنا محتاجالك، أشغالنا محتاجالك يا رب، حياتنا محتاجالك، بيوتنا محتاجالك يا رب، قولوا معايا يا أحبائي، أنا محتاج لخلاصك يا رب، أنا محتاج لتحريرك، عايز تركع، عايز تركع، عايز تسجد قدام الرب، هذه لحظات شديدة الخطورة، ادفن رأسك المتعب في حضن يسوع الدافي، ما تردش على الشرير اللي بيقولك بعد ما حصل اللي حصل،
ما تردش، قول له بعد ما يقول لك بعد ما ضاع اللي ضاع، تعالوا تعالوا إلى الرب. إنها لحظة حاسمة ينادينا فيها ابن الله الحي الذي يحبنا. إن وضع الصليب هو وضع الدعوة والعناق، مش هيكلمك في حاجة خالص، هياخدك في حضنه بس، هيقفل عليك ذراعيه. تعالوا قبل فوات الأوان، تعالوا قبل فوات الأوان. اوعى تقول مش ممكن، اوعى تقول انا ذنبي كبير، اوعى تقول خطاياي كتيرة. عايز تقول خطاياي كتيرة، يقول لك دمي يقدر، غفراني يقدر، غفراني نعمتي اكبر. يلا يا حبايب نصلي. هذه لحظات حساسة امام الابدية والسماء مفتوحة. طول اليوم بنصرخ، طول المؤتمر، طول السنة بنصرخ للرب علشان هذا اللقاء الفردي لنفسك الغالية، نفسك الغالية مع الله. حط ايدك معايا، حط ايدك معايا وقول له قبلني. مين يقول معايا قبلني؟ اقبلني يا رب، اقبلني يا رب، قول معايا اقبلني يا رب، رد نفسي ليك يا رب. خلونا نصلي يا حبايبي. احنا بسهولة نقول هنرنم وخلاص، لكن هذه اللحظات سمعنا عنها في أماكن كثيرة، ناس كان الروح القدس بيأتي بهم عند أقدام الرب وبيرجعوا للرب بعزم القلب. عايز تصرخ تقول ارحمني قول، عايز تسجد قول، عايز تطلب رحمة ربنا قول، مؤمن حقيقي قول للرب ردني ليك تاني. يلا خلونا نصلي يا أحبائي، وهنسمع لعدد ترنيم ونصلي بعديها تاني.
لكننا نعبد إله حي يستمع لصلواتنا ودعائنا كل همسة همسها قلبك أمام الله كمؤمن حقيقي. لقد وضع يده على قلبك المرتجف ولمس جسدك الواهن ويكفف دمع القلب قبل دمع العين. إنه قريب إلينا أقرب مما نظن، وهو في أعماقنا وقد قبلنا. قل له اديني نعمة أعيش لك من كل قلبي بكل تواضع، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة لكننا نعبد إله حي حقيقي. الخطاة اللي طلبوه يتأكدوا أنه رفع خطاياهم وإلى الأبد. لقد نجوت من الدينونة إلى الأبد. أنا وغيري لا يوجد إنسان يقدر يرفع عنك حاجة. والمؤمن قل له يا رب ساعدني أحبك وحب كلمتك أحطها فوق راسي، وساعدني لكي أشهد عنك وأعيش لك من كل قلبي. يا رب أعيش لك من كل قلبي بتواضع، أخدمك وأعيش في مشيئتك باستمرار. اللي خد حاجة من الرب يقول له أشكرك. يلا نقول للرب أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. قولوا معايا أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. مش من عادتي ان انا اقول الحكاية دي. خلونا نعود الى مقاعدنا واحنا بنقول نشكرك يا رب. واللي خد حاجة للرب من الرب كمان يحييه في هذا الاجتماع. تعالوا نحيي مخلصنا وفادينا ونقول له نشكرك لانك حي وانك موجود وانك عظيم. انت الكائن على الكل الها مباركا. شكرا له لانه يعطي ويعطي بسخاء ولا يعطي.